وحنا كنتكلموا على الضغط ديال الوالدين. بعد طبعا احنا ما كنعموش كاين بعض الوالدين تيكون هذاك الضغط بدون شعور بغرض دائما التفوق الدراسي، وهذا راه حق مشروع. كل اب وام كيبغي وليداتو يجيبوا نقاط مزيانه. كنا بغينا وليداتنا يكونوا هما الوالا، ولكن واحد يعني واحد الحال كاين، بغينا النفسيه حتى هي تكون مزيانه، ولكن ماشي ضروري ان داك ما نجوش حتى لمنتصف الطريق ولقاو مشاكل وصعوبات نفسيه ونبداو نبحثوا على مختصين باش نواكبوهم نفسيا. ولكن ماشي ضروري داك الولد نقول له الا جاب 9 يجي عندي نقول له فين هي وحده وفين هي النقطه، هذاك اللي جاب 10 واش حسن منك؟ يعني حيت للاسف من بعد راه العواقب غيكونوا وخيمه على هذاك الولد، راه غير ما كتبانش دابا، ولا يعني بغيناهم يكونوا متفوقين ما يديروا في بالنا بان راه ماشي غير النجاح الاكاديمي هو اللي غيغارونتي يضمن ليهم واحد الحياه سعيده. شنو باقي المهارات ربما اللي خاصنا نشتغلوا عليها؟ الوغ المهارات اللي خاصنا نشتغلوا عليها هي المهارات اللي عندها علاقه بالمهارات السلوكيه والعاطفيه. كنا هضرنا على الذكاء الاجتماعي اللي اول محور فيه هو يعني لا كونيسونس دو سوا، معرفه الذات. تنعلموا ذاك الوليد انه يعرف راسه، كنعلموه شنو هما النقاط القوه ديالو، يعني كان عوض من اننا نبقاو مركزين على الحوايج اللي ضعيف فيهم، بالعكس كنركزوا على الحوايج اللي هو متفوق فيهم. يعني ماشي ضايع، يقدر يكون متفوق مثلا في الرسم او لا متفوق في الكره او لا متفوق في شي رياضه، مي كنشرحوا له بان باش تقدر انك تزيد اكسيلي في هذاك الدومين خاصك ضروري تقرا. يعني هنا كنعرف بان ماشي ضروري خصو ينجح مثلا ب 18 او لا ب 19 باش ينجح في حياته. فاش كيعرف راسو كنعلموه انه يقبل راسو كيف ما هو. دونك هنا كنحاول نعلمو بان اولدي خاصك تقبل راسك كيف ما انت، بيان سور من خلال كيفاش انا كنهضر معاه، الطريقه اللي كنهضر معاه كنخليه يفهم المشاعر ديالو، يعني تتكون عنده كيتعلم لا جيستيون ايموسيونيل كيف اداره المشاعر، وميم طون كيفهم حتى الناس الاخرين كيفاش كيفكروا. دونك فاش كيكبر سيبوزون نفترضوا بان هذا الولد كان ناجح اكاديميا، ولكن هذيك الشركه مثلا اللي كان كيخدم فيها دارت افلاس واضطر انه يبدل العمل، او لا غيلقى راسو واحد شهر ولا شهرين بدون عمل. الا ما كانش عنده ذكاء اجتماعي يقدر ان يعاني من واحد الاكتئاب اللي يقدر يكون شهر شهرين، كم يقدر يبقى مع شحال الوقت. الا كان عنده ذكاء اجتماعي غادي يفكر في واحد المهنه اخرى اللي غادي تقدر تنجحو ويكمل حياته بطريقه عاديه. الوقت غدا كتطور، وبان التكنولوجيا كتطور يعني ولينا محتاجين كفاءات اخرين، ولينا محتاجين مهارات اخرين. يعني مثلا الا كان عندي ولدي متفوق دراسيا وكيجيب دي بون نوت، ولكن داك الولد ما كيبغيش يهضر وما كيبغيش انه يتخلط مع الوليدات اللي قدو، وكيبغي انه يخدم ما تيبغيش ليسبري ديكيب، ما كيبغيش يخدم يعني مع الناس، كيتقلق دغيا كيغضب دغيا، خاصو يفهم بان هذاك الشيء اللي كيعرف يديرو دابا حيت هو متفوق زعما دراسيا ما غيضمنلوش واحد الحياه يعني سعيده ماديا. خاص مهارات اخرى، نعم، الاشتغال اللي هضبط النفس ايضا ما نساوش، يتعلموا كيفاش يضبطوا نفسهم، أكيد كيفاش اداره المشاعر نعم، كيفاش يعبروا على مشاعرهم ايضا. رجاء امادين مشكوره بزاف على النصائح ديالك اليوم. كان ذكر رجاء امادين استشاريه في الصحه النفسيه.